الأسطح الخضراء مصطلح بدأ يتنامى في المدن الحضارية، واجهات الأبنية السكنية الأسمنتية تكتسي باللون الأخضر. وزراعة الأسطح لا تعد إنتاجية بقدر ما هي عملية جمالية. المدن الحضارية المكتظة بالسكان تعاني من مشكلة التلوث. ظاهرة الاهتمام بزراعة واجهات المباني بدأت تغزو المدن. زراعة الأسطح لها فوائد عديدة، منها تنظيم حرارة المبنى. الواجهات الخضراء تساهم في مواجهة ظاهرة تغير الطقس. الأسطح الخضراء تعمل على تنقية الهواء من الغبار والأتربة. تكنولوجيا الزراعة المستحدثة شهدت انتشارا ملحوظا بمصر، ودول عربية عدة تبنت مشروع زراعة الأسطح لمكافحة التلوث.